اليوم تم افتتاح مخبز في قباسين، بحيث صار أصبح الآن جاهزة بكامل طاقتها خمس مخابز أو خمسة مخابز بالمنطقة، تغطي حوالي ربع الحاجة بالمناطق. هلا بالنسبة للقمح إن شاء الله ما في مشكلة، راح نأمنه، عم ننقل من تل أبيض من رأس العين، ولحد الآن صرنا ناقلين حوالي 10,000 طن، كونه هون في المنطقة نقص، وعم بيتم تأمين بدعم من الصندوق، وفي آفاد عم تدعم بالطحين، وإن شاء الله لحد الآن المستقبل بخير إن شاء الله. ويعني من جهة الخبز إن شاء الله راح يكون مأمن، ولكن أحيانا بصير أزمات على بعض الأفران اللي هي عم بتبيع بسعر مدعوم، مو لأنه الكمية مو موجودة، موجودة ولكن السعر مدعوم، بصير أحيانا عليه أزمة. عم نضع خطة بحيث ما تتجمع الناس على الأفران، بحيث يصل الخبز للناس وبشكل خاص بالمخيمات واللي محتاجين للمادة. اليوم تم افتتاح فرن مدينة قباسين، فرن آخر ينضم إلى مجموعة الأفران الممولة من قبل صندوق الائتمان لإعادة أعمار سوريا، تقدم خبز مدعوم للمواطنين. في الأشهر القادمة سوف يتم مخبزين آخرين في الريف الشمالي، ونسعى لبناء مخابز في كل الريف الشمالي لتخديم أهلنا بسعر مدعوم للخبز، حيث نقدم الخبز كيلو 200 غرام بسعر ليرتين تركيات. هذا المخبز رقم 5، الطاقة الإنتاجية 10,000 رغيف بالساعة، يعني بما يقارب 700 ربطة بالساعة، حوالي 6.5 ل 7 طن طحين يوميا. طبعا المخبز الواحد يغطي ما يقارب 30,000 نسمة. مجموع المخابز في حال العمل بالطاقة القصوى ممكن يوصل لل 170-180 ألف مواطن.